فاصل حنا ها فوق الجبل وارسلت للبعد شوفي طالع شوفي اقلب الافكار بالكون واعجب ذاك السهل انا ايه وزامن عيت تساهل ظروفي واللي تعود صعب الايام يصعب عشق وغزل يرسم معاني حروفي روفي خلاص انا والله اعطيك انا عندي قصيده اقولها يقولها امس بتالي الليل ونيت لا تروح انا بزيد حطب ونت من داخل عروقي يا صاحبي تكفى لو تدري كم ما جيت بس ما بابا ما نبغى ايش صار كذا يا سعد يا عمر عمر لا ركب عطيه دقدق محجر حجر عطيه سلم مستلف عطيه صاحب مقلم عطيه يقول يا ويش شقاب عطيه مني عطيه سلم مستلف الله عطيه شلها وراح دقدق محجر الله عطيه دقدق محجر عطيه شلب شلبتهم والله بتقعديني اسمع الكوا موجود يقول يا ويش باقي بعطيك مني ولا تعال عاوني تعال قبل ما تروح تعال شو ما بقى الا روحي احيا بها جيك جيك افا يقول حط القهوة وين راح صار زين ترى علي اسمه قصيدة لا لا ماني يا ماني براعي ترى القصيد مرة مرة القهوة عندك راعي هدرة وسواله انا راعي شبت يا وجود اللي كاسم مليته بالوفاء لا تكبه خل انا اللي بقولها خلنا كمل البيت خله يبلبل بالوصل يابس الريق الله الله يقول يا صاحبي هانت عليك المحبة حبة لا وحسايف عقب هاك المواثيق يثيق عليك تمر الغضا في وسط قلبي تشبه تشبه طيب نار انحطمها يبسه كم ساعة أنا وراي دوام وبسري طيب أبو ياش أنا ودي أني أجلس خل أكمل البيت حقا والله أنا ودي والله والله بجلس فنجانين جاهزة جاهزة خلاص شبت النار نجي صالح بسرعة يا مرحلة شبت النار من غير غاز لا دوا فير شتي مع البدو شتي شفي شفي مع البدو يقول كمل قصتك الأخيرة والله يا الفخمة كمل كمل آخر بيتين أنا عندي بيتين عليها لا 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 أنت وكل قوم ما كان لا والله مالي فيه خلصت خلصت والله سلمت سلمت يقول الشاعر سم خلهم يجون عندنا هنا الله يعطيك العافية حياك الله أيوه والله شوف انتم تدريتوا بذا الذره إيه؟ ودفيتوا جيتوا في زاويه ومكانكم زين لا والله ما حطب اعطني بالله ثاني ثاني الحطب الحوال اعطني ثاني هذه فاكهه الشتاء لا 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 ثاني ثاني انت تدري هذا لك انت الطيب تدري حمام مسعودون براديه ها لا لا تضغط على المسعود ما دق بروحك حق راح انا عوال عمه احنا هنا بيجي اقول حبش خربتي خربتي لا ترى الشحم ياكل الرجال المجالس مع الله ما يحتاج الشحم زين ما يحتاج الشحم زين طيب البلد اللي ياكل جبنه مع التميس عليه خصم الله اكبر حطيت هذا اكثر اقوى لا يا ابوي اعطني الدله الله يرحم امك شاب ضو شاب ضو طيب لا 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 ذي طيب حط على الجمر حط على الجمر هنا يا مال الشعب لا 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 والله اللي بيطيح ضو لا 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 يقول الشاعر شاعر جلاتي خروفي خروفي لابس بدله صوفي له قرنين واربع رجلين يا والله اللي لحق خصم ليه والله ان الخروف له قرنين واربع رجلين سلامات خروفكم ليش دكيت اربع رجلين اثنتين ويدين اثنتين ايه هذا السلام عليكم بسرعه صالح بمشي انا هيا هيا تكفى من اول يوم والله اخبار مفاجات جديده هسات اضيق والله حبه قم لا لازم قم انا اوف يا سالم سعد يدور مقاشة سعد سعد يا انت رحت انت سعد انت رحت انت ابي اعلمك طلع كل شيء اصبر اول شيء يا طويل العمر هذا الغاز اللي عندي خليك خذ انت وش طلعك له شوف يا طويل العمر انا امس ايه شنو ناخذ شو اسمه موقف فارس حزنت حلو حزنت بعدين انا رحت ادور في القريه مثل وين اروح ما جاز لي الجو تعرف الصقر لازم يدور شيء عالي لا 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 ما عليك والقى الباب فاتح قلت اكيد انهم فاتحين لي ابواب القريه قلت اكيد فاتحين لي وين اطلع من القريه معلقت الا بالجبل والله العظيم والله ايوه اي والله لا الباب الخبيث خلاص الامور مكشوفه ما عاد يمديك ترقع شيء اوضح من وضع الشمس ما ادري والله ان طلعت تقول الباب اي طلعت مع الباب المهم طول العمر رجعت يوم رجعت لقدامي عبد الله بن دفنه
من اللي ردعك وجهي؟ وقدامي وقدامي فارس. عندنا الاكشن كله. عبد الرحمن تعال عمر رسمه سالفه عبد الله وفارس. برجع برجع عبد الرحمن لا تفوتك. برجع برجع والله برجع. بس تدري اللي يمشي يرجع. اسمع اسمع عبد الله وفارس وين راحوا ثم امشي. يلا المهم عشان ما اطول عليك. عبد الله يطول العمر جاء قال انا عندي ظروف في الامارات. حلو؟ عبد الله من دفنه. ايوه وفارس قال انا طالع طالع. ايوه حلو وانا عندي ظروف اللي قبل اسبوع عن سالفه. قلت حلو ليش ما اضرب عصفورين بحجر واحد واطلع معهم واخلص اموري اللي وكاني وافيت فارس الصبح الظهر واجلس مع العيال والراعي والاطفال جو دائما طالعين طالعين. المهم اللي طلعت معهم اليوم جزت لي السفره. قلت لا يا وليدي ما عاد في قريه. كم؟ قالوا شو اسمه يومين. قلت ادفع يومين بنروح وين بنسافر؟ الى وين؟ الى ابو ظبي. ايوه انا انت تخيلت خويي طالع ابراهيم رايحين مسافرين معه ورجعين يعني ولا اي مش الريجي. المهم انا طول العمر جاء الصباح اليوم بخلص اوراق وخلصت امور واغراضي يوم قضيت وجيت بمشي الظهر الى ادور بطاقه حوالي ما معي بطاقه حوالي والله ايوه من ادور منك دور يا ابن الهوية نروح العصر بنحاول نطلع بنجيب الا ما قدرت. المهم المهم قال فارس سعلطة. قال مساعد ما ايش اسمه فارس عبد الله بن دفنه يا ابن الحلال بنحتري بكره بنحتري بكره. قلت لا والله الرصيد محسوبن علي لكن الله يستر عليكم ومشوا. عاد بغيت اكمل يوم لكن ما قدرت قلت خليني ارجع القريه وراحوا لابو ظبي. الله يستر عليهم. قطع عليك باليومين كم خصم عليك؟ خصموا على ان شاء الله نص يوم نص يوم ان شاء الله. ما في نص يوم يخصم عليك يومين لا 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 مو بيومين نص يوم كم حق خصم يوم نص يوم يعني بخصم علي 200 200 بس لا خروجك الخصم اي الخصم 500 500 اي بس انا طالع نص يوم رجعت بنص اليوم يعني 700 تدري وش تدري وش المشكله؟ خلها